السلام عليكم. ارتبطت بشخصية نور السعيد أو نوري باشا أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، وبغض النظر عن اختلاف الآراء فيه سواء كانت سلبية أم إيجابية، إلا أنه ولا شك كان شخصية متميزة لها تأثيرها على المقابل، كما أنه كان متمسكاً بآرائه وسياسته وعقيدته، فهو الضابط المقاتل في الثورة العربية الكبرى عام 1916، وهو المرافق المعتمد للملك فيصل الأول في سوريا والعراق، وهو السياسي البارع اللبق القدير في الحوار، والمدافع عن مبادئ الوحدة العربية والقضية الفلسطينية، وإن كان يعتقد خطأ أن تمتين العلاقة مع بريطانيا سيخدم هاتين القضيتين، كما أنه كان النموذج حقيقة للنزاهة ونكران الذات والحفاظ على المال العام، وهو أحد مؤسسي الدولة العراقية البارزين المؤمن بضرورة بناء الدولة العراقية الناشئة على أسس سليمة، فكانت له بصماته الواضحة في إعمار العراق وتنميته ونضوضه في فترة الخمسينات، خصوصا عندما ازدادت عوائد النفط العراقي في عهد وزارته 11، حين عقدت يعني في وزارة نور السعيد عقدت اتفاق مناصفة الأرباح مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق، فزادت فيه واردات النفط العراقي سنويا إلى 50 مليون دينار، خصصت منها 70% لميزانية مجلس الإعمار، لأن نور السعيد أصر على أن لا تتعدى مصاريف الدولة ثلث الدخل العام لكي تبقي الثلثين من عوائد النفط لإعمار البلاد وتنميتها، وقد أوضح هذا الأمر في خطاب له من إذاعة بغداد قال فيه: أن الذهب الذي يستخرج من أرض الشعب هو ملك للشعب، فهو من الشعب وإلى الشعب، ولذلك خصصنا 70% من دخل النفط لمشاريع الإعمار. أنتوني نتينغ في كتابه I Saw Myself يصف السياسة الاقتصادية الرصينة التي اتبعتها حكومة نور السعيد في هذه المرحلة بأنها كانت بعيدة عن الاستهلاك العشوائي الذي لا ينفع عملية التنمية في البلاد، فيقول: أن الثراء الحديث في العراق لا يصرف على أشياء تستهلك بعد حين، بل أن أغلب ما يستخرج من أرضها يعود لحرثها من جديد وزرع الصناعات الحديثة فيها، إلى جانب الاهتمام بتربية عقول بناءة في دولة الحديثة يحكمها ملك شاب وخال بار ونور السعيد الذي يدير دفة الأمور في أغلب الأحيان. مع تحسن إيرادات العراق النفطية في عام 1952 زادت واردات النفط للعراق يعني من 3 ملايين في عام 1949 إلى 50 مليون عام 1953، فرق كبير، فأصبح بالإمكان البدء بمشاريع الإعمار والبناء وتفعيل عمل مجلس الإعمار الذي كان قد تأسس عام 1950. مجلس الإعمار هذا يترأسه مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته وزير الإعمار ووزير المالية إضافة إلى 6 أعضاء آخرين يشكلون سكرتارية المجلس، طبعا إضافة إلى اللجان المختصة المرتبطة بوزير الإعمار. وخلال أسابيع الإعمار الثلاث
كان نور السعيد رئيسا لمجلس الإعمار كون رئيس للوزراء. أهداف مجلس الإعمار تركزت بالدرجة الأساس على النهوض بالواقع العمراني الاقتصادي والصناعي في العراق، ورفع مستوى معيشة الشعب من خلال الوظائف وفرص العمل التي ستوفرها المشاريع المنجزة. وقد تمكن هذا المجلس من إنجاز مشاريع تنموية وخدمية مثل مشروع سد وبحيرة الثرثار المعروفة، سد الرمادي وبحيرة الحبانية، مشروع سد دوكان، مشروع سد دربندخان، جسور في بغداد وفي الموصل وفي مختلف مدن العراق، معامل ومصانع للإسمنت والسكر والنسيج والنفط والغاز ومحطات للطاقة الكهربائية وإنشاء الطرق البرية وسكك الحديد، إضافة إلى مشاريع الإسكان الأخرى وإلى غيره من المشاريع التي شيدت لأول مرة في تاريخ العراق بهذه الكثافة منذ تأسيس الدولة العراقية، وقد توزعت على جميع المحافظات. نور السعيد رجل الاستعمار المعروف بأنه رجل استعمار، كان في سياسته الخارجية لا يتفق مع مشاعر معظم الشعب العراقي ومع الأحزاب الوطنية. كان نور السعيد نزيها في تعامله من أجل العراق، لم يختلس الأموال وإنما خصصها، ثلثي واردات العراق خصصها للنهوض في العراق في فترة الخمسينات. لقد تضمن منهاج مجلس الإعمار في وزارة نور السعيد للسنوات الست المقبلة أعمال ري جبارة، مثل مشروع وادي الثرثار الذي يقي العاصمة بغداد من الفيضانات، وخزانة الري في دربندخان ودوكان وغيرها، وطرق رئيسية بين بغداد والبصرة وكركوك والموصل، ومستشفيات ومستوصفات ومعاهد ومدارس ودور سكن للموظفين والمستخدمين وبنايات الحكومية. كما قامت الحكومة بتأميم شركة كهرباء بغداد لتنقذ البغدادين من أجورها العالية، وتم تنفيذ مشروع الملك فيصل الأول بإقامة مصفى النفط في الدورة، والذي افتتحه الملك فيصل الثاني في 28 من تشرين الثاني 1955. قررت وزارة نور السعيد تخصيص أسبوع للإعمار لافتتاح المشاريع كل سنة، فكان الأسبوع الأول في نيسان 1956، حيث افتتح الملك فيصل الثاني مشروعين مهمين، مشروع الثرثار ومشروع الحبانية. هذان المشروعان كانا في الأصل من مقترحات المهندس ويليام ويلكوكس على الحكومة العثمانية عام 1909. مشروع منخفض الثرثار على نهر دجلة قام على أساس حفر قناة ترتبط بنهر دجلة، تأخذ المياه عند الفيضانات فتذهب إلى وادي الثرثار، وفي الأوقات التي يحتاج فيها نهر دجلة المياه خاصة في أوقات الصيهود في الصيف فتحت قناة أخرى تؤدي بالمياه الموجودة في الثرثار إلى نهر دجلة مرة ثانية عندما تنخفض مناسيب المياه. وأقيمت سدود، طبعا سدت سامرة لتنظيم حركة المياه والري. ومنذ ذلك الوقت لم تتعرض العاصمة بغداد إلى فيضانات أو الغرق إطلاقا. المشروع الثاني هو منخفض الحبانية، أيضا أسس على المبدأ نفسه، حفر جدول بالقرب من مدينة الرمادي، تحويل المياه من الفرات إلى منخفض الحبانية في أوقات الفيضانات، وبنيت سدة الرمادي عليه. جدول ثاني يسمى سن الذبان، يأخذ المياه من بحيرة الحبانية إلى نهر الفرات في الأوقات التي تقل فيها المياه. كما حفرت أيضا قناة توصل البحيرة، بحيرة الحبانية،
بهور أبو دبس تسمى جدول المجرة. هذين المشروعين المهمين طبعا بمناسبة الافتتاح بهما اللي يصادف أيضا عيد ميلاد الملك فيصل الثاني، ألقى الملك خطابا بشر الشعب العراقي بهذين المشروعين. كما تم افتتاح في هذا الأسبوع طبعا نفسه، افتتح إضافة إلى مشروع الثرثار ومشروع الحبانية، افتتح جسر الكوفة وجسر طويريج وطريق الحلة النجف ومصفى القير جنوب الموصل ودور العمال، وهكذا بدأت خيرات نفط العراق تظهر إلى الوجود. أسبوع الإعمار الثاني أقيم بعد سنة في شهر آذار 1957، وقد أنجز الكثير من المشاريع، يعني سواء بناء جسور أو طرق أو إسكان أو الكهرباء أو المعامل. فقد افتتح جسر الملكة عالية الذي عرف فيما بعد بجسر الجمهورية وجسر الأئمة في بغداد وجسر الخازر في الموصل، ووضع الملك فيصل الثاني الحجر الأساس لمشروع إسكان منطقة الوشاش ومشروع المسيب الكبير ومحطات كهربائية كبرى لإنارة المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية من العراق. وافتتح الطرق بغداد المحمودية والحل المحاويل بغداد الفلوجة وطاسلوجة دوكان، وافتتح معمل الإسمنت في سرچنار، وفي الموصل افتتح معمل الغزل والنسيج ووضع الحجر الأساس لمعامل السكر. وكان الملك فيصل قد افتتح جسري الملكة عالية والأئمة بنفسه وبحضور نور السعيد. بدء أسبوع الأعمار الثاني، ووصل موكب جلالة الملك معلنا بدء احتفالات أسبوع الأعمار، وقد استقبله فخامة السعيد لافتتاح جسر الملكة عالية الذي يبلغ طوله 456 مترا. فهو جلالته يقص الشريط بمقص ذهبي، وما أن فعل ذلك حتى هتفت الجماهير وقدمت لجلالته إحدى الفتيات باقة من الزهور. وهكذا افتتح شريان جديد في بغداد يسهل حركة المرور، كلف إنشاؤه 1,600,000 دينار، وعبرت الجسر ذلك اليوم آلاف السيارات. وفي نفس اليوم افتتح جسر الأئمة طوله 316 مترا، وكلف إنشاؤه 1,250,000 دينار. وانتقل الموكب الملكي تتبعه الوفود إلى هناك، حيث قص جلالته الشريط بمقص ذهبي قدمه وزير الإعمار، وصفقت الجماهير بحماس ونحرت الذبائح استبشارا، وهلهل أبناء الشعب وحياهم مليكهم في يوم سعيد وعهد سعيد، ممثلا في مشاريع إعمارية جبارة كهذا الجسر، جسر الأئمة. افتتاح الجسور في بغداد له أهمية خاصة، لأن الجسور أيام العثمانيين وبعد الحرب العالمية الأولى كانت عائمة وبدائية، يعني أقدم جسرين كانا هما الجسر العتيق يسموه اللي هو حاليا جسر الشهداء، وجسر الأعظمية هو الآن جسر الأئمة. بدائية إقامة هذه الجسور وبساطتها وصلت إلى حد أن جسر الأعظمية على سبيل المثال كان أحيانا ينقطع أو ينفك من مكانه ويذهب مع تيار دجلة لمسافات، ثم يقوم الناس بإعادته من مكانه وسط زغاريد النسوة والموسيقى الشعبية إرضاء للجسر، لاعتقادهم أنه زعلان أو غاضب من شيء ولا بد من مصالحته.
أسبوع الإعمار الثالث اللي هو في شهر نيسان 58، أي قبل مقتل الملك فيصل الثاني ونور السعيد بشهرين ونصف فقط، شهدت هذه المرحلة افتتاح مشاريع كثيرة، منها معمل الغزل والنسيج في معسكر الرشيد، معمل السكر في الموصل، معمل السمنت في حمام العليل، وتقرر إنشاء معملين للسكر في كربلاء والسليمانية، وما أيضا ملعب الإدارة المحلية في المنصور. أما عن الطرق والجسور فحدث ولا حرج. فقد افتتح جسر السماوة وجسر بعقوبة للقطار وجسر طقطق على طريق كركوك كويسنجق وجسر العمارة وجسر الموصل وطريق الحلة الديوانية وطريق البصر العمارة وطريق بغداد الحلة والمجموعة الثقافية في الموصل. الاهتمام بتطور العراق وصل إلى درجة اهتمام رئيس الوزراء نور السعيد بموضوع الطاقة الذرية استخدامها للأغراض السلمية، فافتتح لأول مرة في الأول من حزيران 1956 معرض الذرة لأجل السلام الذي أقامته السفارة الأمريكية ببغداد في بهو أمانة العاصمة، طبعا بحضور الوزراء والنواب والأعيان والشخصيات، وألقى السفير الأمريكي كلمة أوضح فيها أهمية استخدام الذرة في ميادين الزراعة والصناعة ومكافحة الأمراض النباتية، وأهدت السفارة الأمريكية للعراق مكتبة خاصة بذلك. بمجلس الإعمار أزاح فخامة نور السعيد رئيس الوزراء الستارة عن لوحة مكتبة الطاقة الذرية التي قدمها بالنيابة عن الشعب الأمريكي إلى الشعب العراقي سعادة وولدمار جولمان السفير الأمريكي في بغداد. من المظاهر المدنية المهمة التي أنشئت في عهد الملك فيصل الثاني هو تلفزيون بغداد، وهو أول تلفزيون عربي في الوطن العربي والعالم، يعني قبل التلفزيون المصري. جاءت الفكرة عندما أقامت الحكومة البريطانية معرضا تجاريا فخما في جانب الكرخ في 25 تشرين الأول 1955، وعرضت فيه أنواع مختلفة من السيارات، مكائن الطائرات، القطارات والآلات الزراعية، وكان من ضمنها منظومة كاملة لمحطة تلفزيون من شركة باي. وقد افتتح الملك فيصل الثاني هذا المعرض، وعندما شاهد محطة التلفزيون قرر أن يشتري العراق هذه المحطة ليدخل هذا البلد التلفزيون، فابتاعتها وزارة نور السعيد ب65,000 دينار. وهناك من يقول أن الشركة قد أهدت المحطة التلفزيونية مجانا إلى العراق، وأنا شخصيا أذكر جيدا أننا كعائلة وكنت في الدراسة الابتدائية زرنا المعرض ودهشنا عندما وقفنا أمام الكاميرا التلفزيونية لتظهر صورنا المتحركة على شاشة التلفزيون، لأننا وكل العراقيين لم نكن نعرف غير الراديو المذياع، ولم نكن نتصور أننا في يوم ما سنشاهد المذيع عبر الراديو. وفي اليوم الثاني من أيار 1956 افتتح الملك فيصل الثاني وبحضور رئيس الوزراء نور السعيد محطة تلفزيون بغداد التي بدأت بثها باللونين الأبيض والأسود، وفي الساعة 5 مساء ولمدة 2 ساعة من مساء كل يوم، وفي حدود مدينة بغداد فقط. وكان البغداديون يلتفون حول أجهزة التلفزيون في المقاهي الخاصة، وكان يشرف عليها 3 مهندسين عراقيين تدربوا في بريطانيا مع 11 طالبا من مدرسة الصناعة أعدوا لهذا الغرض،
وكانت بناية التلفزيون عبارة عن مسقف من الصفائح الحديدية لا يتجاوز مساحته 150 مترا مربع. هذا فيما يتعلق بنهضة العراق وإعماره بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة الخمسينات، وبالذات خلال وزارات نور السعيد 11 والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، وهي آخر وزاراته طبعا التي أصبح من بعدها رئيسا لوزراء الاتحاد العربي بين العراق والأردن التي شكلها في 19 مايس 1958، أي قبل حوالي شهرين من مقتله. فما هي قصة هذا الاتحاد الذي اعتبره نور السعيد الخطوة الأولى لتحقيق حلمه في قيام اتحاد العرب أو وحدتهم بعد أن قامت الوحدة بين مصر وسوريا باسم الجمهورية العربية المتحدة قبل حوالي 3.5 أشهر من قيام الاتحاد العربي بين العراق والأردن؟ في مطلع عام 1958 اتصل الضباط القوميين وقيادة حزب البعث في سوريا بالرئيس المصري جمال عبد الناصر، وطلبوا إليه الموافقة على الوحدة مع سوريا إنقاذا لها من الخطر الشيوعي وتحقيقا لأمان الأمة العربية في الوحدة. فأعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة في 4 شباط فبراير 1958. الذي كان في عوننا دائما ونحن نكافح من أجل الأهداف الكبرى التي نسعى إليها والتي نعمل من أجلها. الحمد لله الذي حقق أمال الشعب السوري وشعب مصر ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم. الحمد لله، وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
قيام الوحدة بين مصر وسوريا فاجأ الحقيقة الحكومة العراقية التي كانت تسعى، كان لديها مشاريع من جملتها مشروع إقامة الوحدة بين العراق وسوريا، ولذلك اتجهت الحكومة العراقية إلى إحياء مشروع الملك عبد الله الأول الذي كان الملك قد وضعه في حزيران من عام 1950 بإقامة الاتحاد بين الأردن والعراق. لكن اغتيال الملك عبد الله وموقف القائد البريطاني للجيش الأردني المعارض غلوب باشا عرقل المشروع. طبعا هذا الموقف هو أحد الأسباب التي دفعت الملك حسين إلى إلغاء خدماته في الأردن. لذلك سعى عدد كبير من السياسيين العراقيين والأردنيين إلى إقامة الاتحاد بين البلدين، خصوصا بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة. فبادر الملك حسين بن طلال إلى دعوة ابن عمه الملك فيصل الثاني للتوجه إلى الأردن لبحث الموضوع، فسافر مع وفد عالي المستوى إلى عمان، وفي يوم 14 شباط 1958 يعني قبل نهاية الحكم الملكي في العراق ومقتل الملك ومقتل نور السعيد بحوالي 5 أشهر، صدر بيان بإعلان اتفاق الاتحاد بين المملكتين العراق والأردن. ينشأ اتحاد عربي بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية باسم الاتحاد العربي، ويكون هذا الاتحاد مفتوحا للدول العربية الأخرى التي ترغب بالانضمام إليه. تحتفظ كل من الدولتين بشخصيتها الدولية المستقلة وسيادتها على أراضيها وبنظام الحكم القائم فيها. تنفذ إجراءات الوحدة الكاملة بين دولتي الاتحاد في الأمور الخارجية والعسكرية والجمارك والتعليم وتوحيد النقد وتنسيق السياسة المالية والاقتصادية بين الدولتين. يكون علم الثورة العربية علم الاتحاد، وتحتفظ كل من الدولتين بعلمها الخاص. تتولى شؤون الاتحاد حكومة اتحادية مؤلفة من مجلس تشريعي وسلطات تنفيذية، وينتخب كل من مجلس الأمة العراقي والأردني أعضاء المجلس التشريعي من بين أعضائهما بعدد متساو لكل من الدولتين. يكون ملك العراق رئيسا لحكومة الاتحاد، وفي حال غيابه يكون ملك الأردن رئيسا لحكومة الاتحاد، ويحتفظ كل من الملكين بسلطاته الدستورية في مملكته. يكون مقر الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة 6 أشهر من السنة، وفي عمان لستة أشهر أخرى. طبعا هناك بنود أخرى في الاتفاق لم نتطرق إليها، وقد صدر بعد ذلك دستور الاتحاد الذي فصل هذه الأمور بمواد دستورية واضحة. السويدي يقول في مذكراته أنه هو الذي قاد وترأس الوفد العراقي المفاوض، وقد استمرت تلك المفاوضات 3 أيام بلياليها لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات بالتعاون مع سمير الرفاعي. ويضيف توفيق السويدي أن الملك فيصل الثاني وولي العهد عبد الإله قد أخبراه أن الجانبين العراقي والأردني متفقان على أن يتولى هو رئاسة وزارة الاتحاد، أي توفيق السويدي. ولكن وبما أن نور السعيد رجل أصبح كبير في السن ومريض وله خدمات طويلة في سبيل الأمة العربية ووحدتها، فإنه من الأفضل أن تسند له رئاسة وزارة الاتحاد تقديرا لجهوده الطويلة هذه. ويقول السويدي أنني وافقت على الفور وأصبحت، أي أصبح السويدي، وزيرا للخارجية في الوزارة الاتحادية التي ترأسها نور السعيد. ومن الجانب الأردني أصبح إبراهيم هاشم نائبا لرئيس الوزراء وسليمان طوقان وزيرا للدفاع.
كما اجتمع البرلمان العراقي بحضور الملك وولي العهد وصادق على مشروع الاتحاد العربي، ومثله فعل البرلمان الأردني بحضور الملك حسين. إضافة إلى هذا، تلقى الملك فيصل الثاني برقيات تهنئة من الملوك والرؤساء، أبرزها برقية من جمال عبد الناصر رغم الجفوة التي كانت موجودة بين البلدين، وبرقية أخرى من الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية، مما شجع العاهلان الهاشميان على إرسال وفد مشترك إلى الرياض لدعوة ابن سعود للانضمام إلى الاتحاد، إلا أنه فضل التريث. أما بالنسبة إلى جمال عبد الناصر الذي أصبح رئيساً لمصر وسوريا بقيام الجمهورية العربية المتحدة والتي لم يعترف بها العراق بأمر من ولي العهد عبد الإله الذي طلب حتى من دول حلف بغداد عدم الاعتراف بها، مما خلق يعني عداء بين الحكومتين، بالرغم من كل هذا فإن عبد الناصر بادر إلى إرسال برقية تهنئة إلى الملك فيصل الثاني هنأه فيها بقيام الاتحاد، ورد عليه عبد الإله باسم الملك فيصل دون الاعتراف بالوحدة المصرية السورية. وقد جاء في برقية عبد الناصر أن الاتحاد العربي الذي وحد اليوم ما بين العراق والأردن هو خطوة مباركة تتطلع إليها الأمة العربية كلها بأمل كبير، باعتبارها اتجاها يستمد قوته من أعماق الضمير العربي، وأننا واثقون تماما ثقة أن الاتحاد العربي سوف يكون القوة لكل العرب على كل أعداء العرب. جمال عبد الناصر. يقول وزير الخارجية برهان الدين باشا عيان أنه ورئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان كانوا في هذه الفترة، لم يكن نور السعيد، ووزير العدلية عبد الرسول الخالصي وضعوا صيغة جوابية لبرقية جمال عبد الناصر متضمنة الاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة، وأخذها بنفسه إلى البلاط، لكن ولي العهد عبد الإله قال له أن الملك فيصل خارج بغداد وأنه لابد من إطلاعه عليها، وعليه يجب أن تبقى البرقية لديه. بعد يومين حسب ما يذكر أذيعت البرقية بصيغة أخرى لا تتضمن الاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة، لأن هذه الوحدة حسب رأي وزارة الخارجية العراقية، وهذه موثقة، موجهة ضد مصالح العراق حسب رأي عبد الإله، أي وحدة مصر وسوريا الجمهورية العربية المتحدة، هذه الوحدة موجهة ضد مصالح العراق وسلامته وأهدافه القومية وضد سياسته الخارجية في المنطقة. وهكذا استفحل العداء بين الطرفين وتصاعد الشحن الإعلامي لغير صالح العراق، لأن الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر كانت تمتلك وسائل إعلام قوية، وهي التي تقود في هذه الفترة المد القومي الذي يسيطر على كل الوطن العربي، المشاعر القومية داعية للوحدة وغيرها، ولا يمكن الوقوف تجاهها على أي حال. حال إعلان الاتحاد شكل نور السعيد وزارة جديدة في شهر آذار 58، هاي الوزارة 14 بالنسبة إليه، لإعداد دستور الاتحاد وإجراء انتخابات جديدة اللي بعدها بعدين تشكلت وزارة الاتحاد اللي ترأسها نور السعيد وهي آخر وزارة.
وكان نور السعيد هنا أول ما وجهه أو أول ما واجهه كرئيس وزراء مذكرة رفعت إليه ونسخة إلى البلاط موقعة من شخصيات مرموقة في المجتمع سواء المعارضة أو رؤساء وزراء سابقين، شوف، أو أعيان ونواب قدماء طالبوا نور السعيد بالخروج من حلف بغداد. شوف كيف يعني الأمور تجري، طالبوا قالوا لا تخرج من حلف بغداد، ينضم الاتحاد العربي بين العراق والأردن إلى الجمهورية العربية المتحدة مثل ما فعلت اليمن، وأن تطلق الحريات الصحفية في العراق وحرية الأحزاب وأطلاق سراح السجناء السياسيين. ومما جاء في المذكرة أن العراق يا صاحب الفخامة لا يمكن أن ينفصل عن الأمة العربية، فهو جزء لا يتجزأ منها، وقد رأيتم تجاوب الأمة العربية معه في استنكار حلف بغداد، كما رأيتم استحالة مد الحلف المذكور من أي بلد عربي آخر. فلا بد أولا من خروج العراق من هذا الحلف وتحريره من الاتفاق الخاص مع بريطانيا، ليشعر العراق أنه أصبح مستقلا من التبعية الأجنبية. وأضافت المذكرة: ومن عجب حقا أن يتظاهر البعض برغبته في إقامة اتحاد بين سوريا والعراق، وينكر إقامة اتحاد بين العراق من جهة وسوريا ومصر من جهة أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للأردن، فإن دخوله مع العراق في اتحاد يشمل الجمهورية العربية المتحدة. أدعو إلى تعزيز وحدة الصف العربي. لم يهتم نور السعيد بهذه المطالب، لأن سعيه في هذه الفترة كان متوجها لضم الكويت إلى الاتحاد العربي، لدعم الاتحاد بإمكاناتها المادية، لأن بريطانيا كانت تدعم الأردن، فعندما قام الاتحاد طلبت من العراق أن يكون هو الذي يدعم الأردن ماديا، المعونة السنوية اللي كانت تدفعها بريطانيا. فنور السعيد طلب من البريطاني يقول يا امنح الكويت استقلالها وتصبح دولة وتنضم إلى الاتحاد كدولة مستقلة. وجرت مباحثات بينه وبين أمير الكويت عبد الله السالم في بيروت لم تأتي بنتيجة. ثم دعي الأمير لزيارة بغداد وأجريت معه مباحثات حضرها الملك فيصل الثاني وفاتحه بالموضوع، إلا أن الأمير أخبرهم أنه أن الأمر يحتاج إلى موافقة بريطانيا، يعني إحنا لا نتمكن من عمل شيء بدون الموافقة البريطانية. ففتح السفير البريطاني لكن الحكومة البريطانية ما طالت في ذلك، مما أدى إلى حصول جفاء في هذه المرحلة وتوتر في العلاقة بين بغداد ولندن. ومع ذلك استمرت ضغوط العراقيين عليهم. يقول توفيق السويدي أن الضغوط استمرت إلى أن جاءني السفير البريطاني يبلغني عن موافقة حكومته مبدئيا على ضم الكويت إلى الاتحاد العربي بعد إعلان استقلالها، وحدد يوم 24 من تموز يوليو 1958 موعدا لبدء المباحثات، فأمرت فورا بتشكيل لجنة من الداخلية والدفاع لإعداد مذكرة مسهبة مدعمة بالوثائق والحجج والمعلومات. ويضيف السويدي أنه بينما كان على وشك إذاعة المذكرة في مؤتمر صحفي قبل سفرهم إلى لندن، جاءه السفير البريطاني يوم 11 تموز يوليو 1958، يعني قبل 3 أيام من سقوط النظام الملكي ومقتل الملك ومقتل نور السعيد، إجا السفير البريطاني يرجوه وبإلحاح تأجيل الإعلان عن مذكرة انضمام الكويت إلى الاتحاد العربي، اتحاد الأردن والعراق. وبعد 3 أيام فقط كما قلت بعد هذا التهجيل سقط النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري يوم 14 تموز 1958، فذهب الاتحاد وذهب مشروع انضمام الكويت إليه. وفي اليوم التالي قتل نور السعيد يوم 15 تموز
رئيس وزراء الاتحاد، وتلك قصة أخرى سنتناولها في الحلقة القادمة والأخيرة من سيرة نور السعيد.